اول حاجه واحد يقول الحمد لله معناها اللي كوم معناها ميداي ارجون اولمبيك بارالمبيك حاجه كبيره معناها بالنسبه لي انا سيتان اونور. الكوتي الثاني مش فرحان برشا على خاطر خدمت برشا معناها خدمت برشا برشا تعبت برشا ضحيت برشا خدمت على الذهب على غالب ما مكتبش ان شاء الله الجاي خير معناها على شويه مشاكل في الكاروسه بون الحمد لله الكاروسه الجديده وصلت شويه مخر مي ان شاء الله معناها القادم باش يكون افضل ان شاء الله مزيد فما شامبيونات دو موند وان شاء الله معناها التيتر هذا باش نرجع بقول ربي في الشامبيونات دو موند ان شاء الله اليوم ان شاء الله الميداليه هذه صحيح خدمنا كل شيء تعبنا سيرتو مع وليد ديجا تعرفوا اللي جات ديجا دوزيام فوتوي مازلنا ما نجمناش نبداو نترناو بها يعني ونخدموا بها ونهبطوا بها دي كومبيتيسيون ميداي ان شاء الله الحمد لله اللي عملنا ميداي وان شاء الله العام الجاي بحول الله فما خير قدرة ربي.